عده لقاءات قبل سالت يمكن هذا السؤال فدغري تذكرته. حلو. يعني شو كان حابب المنطق؟ احكي اشياء ثانيه صارت معي ولكن هذا اللي دغري تذكرته. لما ربحت مستر انترناشونال الخبريه اللي صارت معي طبعا كان كل واحد اخذ معه السوت تبعيته. نسيت بوقتها سوري من عن مين كانت السوت بس anyway اللي صار معي وقتها اخذت السوت وانا كل الفتره اللي قاعد فيها وقتها كنا باندونيسيا كل الفتره اللي قاعد فيها ما عم بتطلع على الشميز ولا على اي شيء على القميص يعني. فالمهم انهارت الحفل بشيل الشميز بكتشف انه الشميز اللي معي القميص هي ربع السايز تبعولي يعني اذا بدي البسها بتجي لهون بتجي لهون طيب كان بعد في بس بحدود 3 4 ساعات للشو ما بقى في وقت ولازم نكون على الستيج عم نحضر. حلو. فكانت مغامره نوعا ما. ركضت طبعا على المول اللي كان جنب الستيج ما كان جنب الستيج كان بعيد شوي بس ركضت شاطر بالركض ركضت لحتى جبنا القميص رجعت وما لقيت قميص باي ذا واي القميص اللي لقيته وقتها كان نص كم. فانا طلعت على الستيج وتوجت بمستر انترناشونال ملك جمال العالم وانا لابس نص كم وما حدا عارف كان وقتها. فا it was a kind of funny والستريس اللي كنت فيه وهالتفاصيل هيدي يعني بس بعدني بتذكرها كانت حلوة حلوة لأنه نهايتها كانت حلوة بتتذكر هيدي اللحظات الحلوة طبعاً طبعاً 100%. طيب علي احكي لنا عن لو اليوم أنا وجهت لك الفرصة وحكيت لك اسألني سؤال لإلي لنائل شو بتسألني؟ اسألك سؤال ليك إذا بدك بسألك أسئلة هلأ ما بنخلص الحلقة يمكن لا أنا بدي بس سؤال منك سؤال يا نائل شو مشروعك الجاي؟ شو مشروعي الجاي؟ أيوة طيب سبق حكينا بالموضوع هلا أنا تركت الهندسة أو مش تركت الهندسة لأنه هذيك مرة حكيت تركت الهندسة على الهواء وأمي هلا بتشوفني وزعلت مني لأنه حكيت لي أنت ما تركت الهندسة أنت وقفت شوي الهندسة على جنب. أيوة تفضل. على فكرة بدك كفي موضوعك بس أنا بدي أقول شغلي عن نائل. أنا نائل بعرفه من زمان وأنا إنسان مثل ما قلت لك قبل شوي غلطت وتعلمت كتير ووقعت كتير. نائل من الأشخاص اللي علقوا بذاكرتي. ليه؟ لأنه إنسان ما يئس ثابر وكمل وكان عنده هيدي الفيجن. الانسان اللي عنده فيجن وبيضل يمشي وراها بيوصل. فكان عنده هيدي الفيجن وثابر وتعلم مثل ما قال ترك شغله بالاخير ليقوم بهيدي الامور اللي عم بقوم فيها اليوم. وبرافو عليك مليون مره ويا ريت لو الكل اللي عم يحضروا هلا بيمشوا على نفس الطريقه هي. حلو. فشكرا علي ثانك يو سو ماتش على هاي لانه فعلا احنا بنعرف بعض من فتره زمنيه طويله وانت من الاشخاص كمان اللي يعني تعلمت منهم كثير شغلات. بتذكر حبيبي. اول ما اجيت على الامارات التقينا صح. واعطيتني ادفايس انه كيف ابلش وشو اعمل وضلتك تحكي لي لا خليك بالهندسه بس خلي عندك الحب تبع السوشيال ميديا لحد ما توصل للزمن او للفتره صح. الزمنيه المناسبه اللي توقف الهندسه وتنطلق للإشي اللي انت بتحبه صح. فانا هذا الإشي اللي بلشت فيه حاليا انه انا I'm now full-time content creator. رح أسافر أكثر رح يكون عندي مشاريع في مجال السوشيال ميديا بشكل أكبر لأني بحب هذا الإشي.